مساكم الله بالخير مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم مجتمع واعي، ومثل ما مسيت عليكم مسي على الوب مساء بالخير. يا هلا ويا مرحبا فواز، ويا هلا ويا مرحبا فيكم أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة. وأكيد تتوالى تجارب البحرين الرائدة في تعزيز واحترام حقوق الإنسان، واللي حازت على العديد من الإشادات الدولية في تأكيد أو التأكيد على أن نهج احترام حقوق الإنسان هو استراتيجية تتبعها البحرين أو تتبعها البحرين في تعزيز دولة المؤسسات والقانون وفق ثوابت وطنية راسخة يا فواز. بالفعل يا لولو، استمرار تحقيق مملكة البحرين مركزها المتقدم للعام الثالث على التوالي ضمن الفئة الأولى بتقرير وزارة الخارجية الأمريكية المعني بتصنيف الدول في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص والإشادة، اللي جات في تقرير وزارة الخارجية البريطانية بتجربة البحرين، جات عشان تثبت حرص مملكة البحرين على ضمان حقوق الإنسان وصونها. وأيضا كما أكد جلالة الملك المفدى الله يحفظه ويرعاه أن سيظل انتهاج الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان جناحين تطير فيهم البحرين إلى آفاق المستقبل. مشاهدينا الكرام، نبتدي معاكم حلقتنا بأبرز الأخبار عن بعد هذا الفاصل. مع تطورات فيروس كورونا كوفيد-19 حول العالم وتأكيد المخالطة كأحد أكثر الطرق لنقل العدوى، يبقى السؤال شلون تتم عملية المخالطة وشلون نحمي نظامنا الصحي؟ خذ مثال عشان تكون الصورة واضحة. خالد حامل للفيروس لكن ما تظهر عليه أي أعراض ويظن أنه سليم، يلتقي براشد فينقل له العدوى بدون ما يدري، يواصل الاثنين حياتهم بشكل طبيعي في الوقت اللي يطمئن راشد بحالته الصحية ويخالط صديقه حسن واخته مريم. تبدأ الأعراض بالظهور تدريجيا على خالد اللي نقل العدوى حق راشد سابقا، فقام راشد نقلها إلى صديقه حسن واخته مريم ومن حولهم في سلسلة من المخالطات المتكررة اللي تعيق الحد من انتشار الفيروس. تذكر دايما أن كل فرد يلعب دور أساسي من خلال اتباع الإرشادات والاحترازات لتعزيز الصحة العامة وحماية نظامنا الصحي. مسؤولية كل فرد في المجتمع حماية نفسه وأسرته ومجتمعه من خلال الالتزام بالإجراءات الاحترازية. التزم بمسؤولية كلنا فريق البحرين.
مشاهدينا الكرام، الإنجاز النوعي اللي حققته مملكة البحرين في مجال الإتجار بالبشر ما كان له أن يرى النور لولا التوجيهات والرؤية الحكيمة لحضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، الهادف لتعزيز حقوق الإنسان واحترام الحريات. طبعاً يأتي احتفال العالم في 30 من يوليو من كل عام باليوم العالمي لمكافحة الإتجار بالأشخاص بعد تحقيق البحرين إنجازاً تاريخياً فريداً على مستوى المنطقة بتحقيقها الفئة الأولى في تقرير وزارة الخارجية الأمريكية المعني بتصنيف الدول في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص للمرة الثالثة على التوالي. طبعاً الحديث أكثر حول هذا الموضوع يسرنا أن يكون معنا في الاستوديو الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل، رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص، السيد أسامة بن عبد الله العبسي. رحب فيك، يا مرحبا فيك، سعداء جداً بوجودك معنا في الاستوديو. الشرف لي، الله يسلمك. يا مرحبا. بداية يعني لو تكلمنا عن اللي تمثل المكانة الدولية اللي تبوأها المملكة بهذا الإنجاز محلياً وأيضاً دولياً. التقرير الأمريكي اختلف عليه ناس كثير، كون أنه يصدر من دولة وليس من منظمة أممية أو شيء من هذا القبيل، ولكن الواقع أنه اليوم في نسخة 20 هو يصدر من سنة 2000 وتطور على مدى السنين وأخذ مكانته بين التقارير، لكون التقرير الوحيد اللي فيه نوع من أنواع التصانيف يحدد مواقع الدول. يعني الأمم المتحدة تصدر تقرير كل سنتين يرصد الجهود ولكن لا يقيمها، فكان هذا التقرير هو التقرير الوحيد اللي يقيم الجهود مفصل أكثر. هذا مفصل أكثر، نعم. والتقرير أساسه ينظر إذا هل حققت الدولة الحد الأدنى المطلوب من المعايير لمكافحة الاتجار، لدرجة أن في أحد السنوات الولايات المتحدة الأمريكية نفسها كانت على الفئة الثانية. في التقرير يعني ما رحمهم، ما رحم حتى الدولة، ما رحم الدولة اللي تصدرها، لأن يصدر بناء على قانون هناك. التقرير لا ينظر إلى جهودك، صحيح، ينظر إلى جاهزيتك، بمعنى أن ممكن يكون هناك الكثير من الجهود التي تتم بناء على مبادرات، صحيح، والمبادرات جيدة والجهود مقدرة، ولكن إذا ما كان الدولة هذه عندها ما يكفي من الأنظمة، القوانين، الأجهزة، القائمين على هذا الموضوع اللي يكون هذه شغلهم المؤسسي، صحيح، فإنها لن ترتقي في هذا التقرير. التقرير هذا العام، وإحنا طبعا نقرأه بتمعن شديد وندخل في تفاصيله، قال عن البحرين كلمة واحدة تكررت 4 مرات في هذا التقرير، وقال الاستدامة. الاستدامة معنى ذلك أن البحرين انتقلت من مرحلة الجهود والمبادرات إلى مرحلة أن هناك عمل مؤسسي مستدام يعني بالتعامل مع هذه القضية. طيب التعامل مع هذه القضية ماذا يعني؟ هل هي نتعامل معها كجريمة فلدينا أدوات معاقبة الجانية، لدينا القوانين هذه فقط؟ هذه جزء واحد يعادل الثلث من ما هو مطلوب في عملنا في مكافحة الاتجار بالأشخاص، اللي احنا نمشي على شيء اسمه بروتوكول باليرمو، ويحتفل العالم في شهر أكتوبر من هذا العام ب20 سنة على إصدار بروتوكول باليرمو. بروتوكول باليرمو يتكلم، لازم نوضح ما هو بروتوكول باليرمو. هو مثل المذكرة المفسرة لاتفاقية مناهضة الجريمة المنظمة. الأمم المتحدة عندها اتفاقية لمناهضة الجريمة المنظمة العابرة للحدود، ومملكة البحرين صادقت عليها. بروتوكول باليرمو هو الجزء الخاص فيما يتعلق بالاتجار بالأشخاص تحت مظلة هذه الاتفاقية. بروتوكول باليرمو يعنى ب منع ومناهضة ومعاقبة الاتجار بالأشخاص. فأنت لديك المعاقبة، يعني إذا كان لديك الإجراءات الجنائية والإجراءات القضائية القوية، هذه ثلث، هذه ثلث، هذا ثلث. هناك منع وهناك مناهضة. كيف نعني بالمنع والمناهضة؟ أن لا نوفر البيئة الحاضنة لمثل هذه الجرائم. يعني احنا ما ننتظر ان يكون هناك بيئة حاضنة ثم تقع الجرائم وبعد ذلك يتدخل النظام القانوني والنظام العدلي ليأخذ القانون مجرى، صحيح. يجب ان يكون عندك، علشان تكون ملتزم ببروتوكول باليرمو، يجب ان يكون عندك اجراءات استباقية، صحيح. الاجراءات الاستباقية فيما يتعلق بالاتجار، هناك كثير من الناس يعني ما يفهمون معنى الاتجار. الاتجار بالأشخاص هو استغلال حالة ضعف،
لشخص ما. ممكن يكون هذا الاستغلال في أعمال منافية للآداب، ممكن يكون في عمل جبري، ممكن يكون استعباد، ممكن يكون استرقاق، ممكن يكون نزع أعضاء أو بيعها. فهناك أشكال كثيرة. الفكرة إذا أردت أن تحارب جريمة الاتجار بالأشخاص يجب عليك أن تتعامل مع الاستضعاف، أن لا يكون هذا الشخص ضعيفاً فيستطيع أن يقاوم الاتجار به. صحيح. إذا كانت بيئتك تدعم الضعيف، إذا كانت بيئتك تضمن الحقوق، إذا كانت بيئتك ترفع الاستضعاف هذه ليقدر الشخص أن يقاوم الاستغلال، فأنت دخلت في مرحلة المنع والقمع قبل أن تدخل في مرحلة المعاقبة. صحيح. وهذا ما انتبه له التقرير الأمريكي. نعم، يمكن بعد لربما أبو عبد الله كلمة الاستدامة وتكرارها هي اللي خلتنا فعلا نتبوأ هذا المنصب لثلاث مرات على التوالي، وإحنا كلنا نعرف أن مملكة البحرين بذلت العديد من الجهود الحثيثة في إدارة ملف حقوق الإنسان. لو تكلمني عن الخطة اللي تعكس جهود الدول الخارجية بهدف التأثير والسعي لتوجيه المنطقة نحو احترام حقوق الإنسان ومكافحة الإتجار بالأشخاص. الاتجار بالأشخاص هو جريمة عابرة للحدود، بطبيعتها هي جريمة عابرة للحدود. ممكن أن يحدث اتجار بالأشخاص داخل حدود الدولة ولا يكون فيه عبور لحدودها، ولكن بطبيعة الحال في منطقتنا إحنا لم يحدث أن يكون هناك اتجار بشخص من المواطنين. إذن الاتجار يحدث بحسب الأرقام اللي موجودة لوافدين وهم من عبروا الحدود. هناك الكثير من أو غالبية القضايا التي يتم التحقيق فيها في البحرين والتي يتم المعاقبة يكون الجاني والضحية من الوافدين، فإذا هي جريمة عابرة الحدود بطبيعة القائمين عليها. يجب علينا أن نتعاون على مستوى المنطقة، لأن المنطقة لديها نفس المعطيات الديموغرافية، وجود الوافدين، حاجة السوق إليهم، لديها نفس أدوات أو آليات شبيهة لإدارة أسواق العمل، أنظمة الكفالة، أنظمة طريقة جلب العمالة الوافدة. ونشترك كذلك في البلدان التي نجلب منها هذه العمالة. إذن إحنا لدينا على مستوى المنطقة تحدي مشترك، ويجب علينا التعاون مع الدول المصدرة، لأن إذا إحنا انتظرنا أن تصل هذه الجريمة إلى داخل حدودنا ثم نتعاطى معها سوف لن تتوقف. جزء كبير منها أن نتعاون مع البلدان، تمنعها قبل لا تدخل، بالتعاون مع البلدان المصدرة للأعمال. وهنا يأتي التحدي، لأن قد تكون لدينا إحنا أولويات في هذا المجال لا تكون متوفرة هذه الأولويات عند هذه البلدان. أو يقول لك هي الجريمة وقعت داخل حدودك، داخل سلطتك وسيطرتك، أنت تعاطى معها. ولكن العام الماضي شهد قضية تعاونت فيها البحرين مع جمهورية الفلبين، تعاون غير مسبوق، لدرجة أن هذه القضية كان من المفترض، لولا جائحة كورونا وهذه، كان من المفترض أن تعرض في مؤتمر الجريمة العام اللي يحدث كل 5 سنوات، كان بيكون في أوساكا في اليابان في 21 أبريل من هذا العام، وتم تأجيله بسبب الأزمة الصحية. تكلمنا يعني عن إحنا حطيتنا كذي أكشن، نبي نعرف أحداثيات هذه الشيء اللي سويته. الجريمة اللي بالضبط. الفكرة في هذه الجريمة هي أو الفكرة في كونها هي ليست أن الجريمة في حد ذات مختلفة، ولكن كيف تعاطينا معها هو المختلف. الأساس جاءنا بلاغ من الحكومة الفلبينية أن هناك سيدتين فلبينيات عادوا إلى الفلبين، ثم رووا قصة أنهم تم احتجازهم وإجبارهم على أعمال منافية للآداب وحصل لهم، رووا قصة يعني شنيعة. ومن قام بهذا الفعل معهم هم من الفلبينيين أنفسهم، من نفس الجنسية. اللي حصل أن أولاً الحكومة الفلبينية خاطبتنا، وهي يعني من نص الخطاب ما في توقع كبير أن احنا بنتحرك، لسبب إيش؟ أن أولاً الضحايا اللي قالوا هذا رجعوا بلدهم. الشيء الثاني أنه قد مضى عليها قرابة السنة، هم ما تكلموا إلا لما يعني ارتاحوا واطمنوا.
اللي حصل هو العكس تماما. احنا لدينا منظومة قوية مجربة صار لها سنوات، نظام إحالة وطني، شراكة مع السلطات الأمنية. في خلال أسبوع من تلقينا هذا البلاغ عبر القنوات الدبلوماسية كنا حددنا هاي الأشخاص، عرفنا مين، عرفنا منهم، أرسلنا هاي المعلومات للفلبين للتأكد هل هذول بصورهم بكذا بعد التحريات اللي قامت بها الداخلية هل هو هذا الصحيح؟ قالوا نعم، تحركت الداخلية بعد أخذ الأذونات، تم القبض عليهم. هذا شيء بسيط. الجزء الأصعب الآن، نحتاج إلى أن نسمع أقوال الضحايا. صحيح، ومخارج الحدود. ومخارج الحدود. الحكومة الفلبينية لما شافت تعاون قالت إحنا راح نبعث هاي الضحايا إلى البحرين على حسابنا عشان يدلوا بأقوالهم. قلنا لهم لا. قام سعادة النائب العام في البحرين بعمل ندب قضائي إلى النائب العام الفلبيني بعد أخذ رأي بأخذ إذن المحكمة، وقام النائب العام الفلبيني بأخذ أقوالهم وهم في الفلبين وإرسال أقوالهم إلى البحرين. قمة التعاون والتكامل. قمة التعاون. بعد ذلك عرضت على المحكمة، كانت القضية برغم عجم وجود الضحايا في البحرين محكمة إلى درجة أن تم الحكم في الجلسة الثالثة عليهم بالإدانة جميعا، 6 أشخاص من الجنسية الفلبينية وشخص واحد بحريني. نعم. وهل يعني عبد الله نحن قاعدة تخيلت صج يعني فعلا دخلتني معك في الأكشن دي كامل، هل هذين الستة تموا يمارسون عملية الإتجار بالبشر حتى غير عند لين الثنتين؟ نعم، وإحنا لما بدأنا نحقق في هذه القضية في البحرين تكشف لدينا ضحايا آخرين ما زالوا موجودين. جميل، يعني أنتوا سحبتوا أكثر. سحبنا نعم. هذه الاستباقية، هذه الاستدامة، هذه وجود منظومة متكاملة تسهل العمل وتخلينا فعلًا نوصل يعني الأشخاص اللي نحتاجهم بالطريقة الصحيحة. أنا أضيف على هذه النقطة بعد دكتورة، يعني حتى تطور القوانين اللي موجودة في البحرين، شفت النائب العام وكل النائب العام هناك في جمهورية الفلبين باتخاذ ما يلزم من إجراءات وعمل التحقيقات وبالتالي إرسال مثل هذه التحقيقات. لا ما كملت لكم بعد بيتكمل تفضل. إحنا لدينا صندوق لدعم الضحايا. هذا الصندوق تم إنشاءه بقرار ومباركة من مجلس الوزراء الموقر، واللي احنا سويناه ان احنا ارسلنا احد الموظفين عندنا الى هناك للقاء الضحايا واخذ اقوالهم علشان احنا نعرف، مو باقوالهم من جانب قانوني ولكن لكي نعرف احنا، لان لدينا نظام لكي نعرف كيف تم يعني استضعافهم، كيف تم جلبهم الى البحرين علشان نقدر نطور من قوانيننا احنا بعد. ففي امور خارج الجانب العدلي والقضائي احنا نحتاج نعرفها. أرسلنا موظف من عندنا هناك، قابلهم وأخذ بياناتهم وأخذ أقوالهم وقدم لهم الدعم من صندوق دعم الضحايا من البحرين. وصل الأمر أن حكومة الفلبينيين الفلبين كلموني قالوا لي أنتوا أحرجتون، نحن مضطرين نقدم لهم دعم مثل دعمكم، لأن ما يصير دولتكم تدعمهم وإحنا لا. القصة كاملة لما ناقشتها أنا مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالجريمة والمخدرات كنت أقول لهم عن آليات التعاون الدولي، أصروا أنها تعرض في مؤتمر الجريمة العام اللي كان بيعقد في اليابان. هو مؤتمر يعقد كل 5 سنوات. نعم، لذلك مو بأي جريمة يتم استعراضها في هذا المؤتمر. مو الجريمة ولكن لكي يتم يعني التعلم من صحيح. بعض الدروس. الدروس المستفادة. لكي أفضل الممارسات. صحيح. فقالوا لنا بنسوي لكم جلسة كاملة أنتوا والفلبين واستعراض الآلية كاملة كيف تعاونتوا، لأن ما صارت على مستوى دول المنطقة المستوردة والمستقبلة للعمالة أن تتعاون بهذه الطريقة مع صحيح. دولة مصدرة. وحجزنا كان في يعني جلسة مدة 2 ساعة في المؤتمر لهذا الغرض، ولكن قدر الله وما شاء فعل المؤتمر لم يلغى، هو تأجل. فلما يرجع بإذن الله بعد راح نعرضها، وما زالت هذه لها أصداء. هذه ذكرت كذلك في التقرير. أن تصل إلى مرحلة أن دولة تقول لك عاقب مواطنيني. صحيح. أثق فيك. أثق فيك أن معاقبة مواطنيني وأثق فيك برغم أن هم كان بإمكانهم أن ينتظروا عودتهم إلى بلدهم. أو يطالبون فيهم. أو يطالبون فيهم. نعم. الإجراء كامل
كان إجراء يعني كما نص عليه الكتاب مثل ما يقولون يعني بحذافير. وأهم ما في ذلك أن هم بلغونا بهذه القضية في أواخر أكتوبر، وأصدرت تحقيقات ثم قبض ثم محاكمة، وأصدر الحكم عليهم في أبريل من هذا العام. في أقل من ستة أشهر انتهت قضية بهذا الضخامة، فيها تعاون دولي، فيها أخذ، فيها شهود من خارج البحرين، في دولة أخرى متواجدين. هذه طال عمرك ما يسمى بالعدالة الناجزة. لا يكفي أن يكون لديك العدالة، ولكن يجب أن تكون ناجزة سريعة، تعطي كل ذي حق حقه وتعاقب المجرم. عشان كذي ما نستغرب يا فواز إذا شفنا أن ذلين الدول المصدرة العمالة الواحدة يعني ترسل مواطنيها وهي مو خايفة عليهم أنهم رايحين البحرين. حتى لما نشوف في عدد من الدول يصير فيها إغلاق لجنسيات معينة، نحن هذين سفارات الدول بالعكس ترحب أنهم يجون البحرين بالضبط، وترحب بتعاطينا معهم. وهذا ما أفرد التقرير من خلال طلعنا عليه، أن جهود البحرين في مكافحة الاتجار بالبشر حتى خارج الحدود، تخطى لخارج حدود البحرين. عموما راح نتواصل معك بالتأكيد في حديثنا الممتع والمهم جدا في هذا التقرير، ولكن نستعرض أبرز ما جاء في تقرير وزارة الخارجية الأمريكية وتفرد البحرين بصدارة الدول المتصدية لجريمة الاتجار بالأشخاص. نتابع. حياكم الله من جديد مشاهدي الكرام، وعودة أيضا لضيفنا الكريم في الاستوديو الأستاذ أسامة العبسي. أستاذ أسامة، يعني تسعى مملكة البحرين في ظل كل هذا التطور لتأسيس أول بيت خبرة في الشرق الأوسط لمكافحة الاتجار بالأشخاص، ويسعى أيضا لتخريج خبراء في هذا المجال، لو تحدثنا أكثر عن هذا الموضوع. تذكر لو قلت لك في البداية عن تعريف الاتجار وبروتوكول باليرمو. الآن الاتجار في البحرين أو الاتجار في منطقتنا يختلف مثلا عن الاتجار في أفريقيا. صحيح. في أفريقيا عندهم عمالة أطفال مثلا، عندهم نوع آخر من المخالفات من الاتجار بالبشر، من أنواع الاتجار في مناطق أخرى من العالم. إذن كيف تجعل اتفاقية عالمية وتجعل بروتوكول عالمي يأخذ الطابع المحلي؟ صحيح. يأخذ طابع المشاكل اللي عندك. في أكتوبر من العام الماضي دعت مملكة البحرين إلى أول منتدى حكومي للعاملين على مكافحة الاتجار بالأشخاص في منطقة الشرق الأوسط. أحضرت تسع دول ومنظمتين من منظمات الأمم المتحدة لمدة 3 أيام، وكان لأول مرة يحصل، مو في منطقتنا، لأول مرة في العالم يحصل منتدى إقليمي للاتجار بالأشخاص يعنى بمشاكل هذا الإقليم. جميل جدا. المنتدى كان على مدة 3 أيام، وكانت أولى توصيات الدول الحاضرة أن نحن نحتاج أن يكون لدينا أدلة عمل، يحتاج أن يكون لدينا
اللي يسمونها ستاندرد اوبريتنج بروسيجرز، كيف تتعاطى الأجهزة مع هذه فيما يتعلق بمشاكلنا احنا. صحيح. نوعية التركيبة السكانية اللي عندنا، نوعية الوافدين، ثقافة المجتمع، ثقافة المجتمع، آليات الإدارة. فلسبب ان البحرين ولله الحمد متطورة في هذا المجال، الدول الحاضرة للمنتدى رشحت البحرين لاستضافة مركز إقليمي كبيت خبرة يقوم بتطوير هذه الأدلة ويقوم بالتدريب عليها. فمباشرة بعد هذا التشريف والتكليف من قبل الدول في المنطقة، وإحنا نتكلم عن دول خليجية ودول شرق أوسطية، بريطانيا وأمريكا، يعني كان في مجموعة من الدول، بدأنا في الاتصال بمكتب الأمم المتحدة للجريمة والمخدرات والمنظمة الدولية للهجرة لكي يساعدونا. نحن فعلا نريد أدلة عمل وبرامج تدريبية بطابع إقليمي محلي، ولكن نريدها أن توافق المعايير الدولية، المعايير الأممية. فنحن لا نريد أن نشذ عن بقية العالم، ولكن نريد أن نخاطب مشاكلنا. ووقعنا اتفاقيتين، واحدة مع مكتب الأمم المتحدة للجريمة والمخدرات، واحدة مع المنظمة الدولية للهجرة، لكي يضعوا لنا 8 برامج تدريبية وسبعة منها فيها أدلة عمل لكي تغطي الجوانب المختلفة لأوجه الاتجار. فلدينا على سبيل المثال برنامج دبلوم في للممارسين مكافحة الاتجار، هاي دبلوم يعني واسع ويغطي كافة الأوجه. ولدينا برنامجان للعاملين في الجانب الأمني والقضائي والتحقيق، يعني يغطي كل الجوانب. نعم نعم. هذا ولدينا برنامج للعاملين في المجال الصحي، يعني كيف يمكن لطبيب في الطوارئ ولا في مركز صحي يعالج حالة أن يشخص هاي الحالة حتى لو هي ما قالت. نعم. أن هي قد تعرضت تكون تعرضت لأي نوع من أنواع الاتجار، من الاتجار أو الاستغلال، وكيف يوثق هذه الحالة وكيف يتعامل معها قبل لا تطلع. لدينا برنامج للعاملين في المطارات، وطبعا احنا قلنا هي جريمة عابرة للحدود. صحيح. في كثير من الجرائم ممكن خلال العبور، يعني انت مو لازم يدخل البحرين، ممكن يكون ترانزيت عن طريق. صحيح. مطار البحرين. فتدريب القائمين في المطارات سواء كانوا من الجوازات أو من الجمارك أو من موظفي المطار الآخرين. نعم. وهذا ليكون لديهم نافذة زمنية صغيرة، الوقت محدود جداً. الوقت محدود. نعم. لكي يعرفوا لكي يتصرف. صحيح. في لدينا تدريب طبعا للقائمين على دور الإيواء، لدينا وإحنا ما نحتاجه لله الحمد في البحرين، ولكن هذه بناء على طلب أخواتنا الخليجيين. صحيح. هناك لنظام الإحالة الوطني ونظام إدارة مكافحة الاتجار بالأشخاص، هناك برنامج، وهناك البرنامج للإعلام والإعلاميين، برنامج جميل جدا. يعني لازم فواز احنا نكون لابد ان ننضم لازم عشان نشوف مهم دهاليز هذه المنطقة. لا، الفكرة الله يسلمك دكتورة، الفكرة ممكن لأي إعلامي أن يغطي الجريمة. صحيح. ولكن لكي يقوم الإعلامي بدوره في رفع الوعي يجب أن يكون على علم بتفصيل أدق. صحيح. فإحنا نقدر أنني ونقول وتقرونها كل يوم أخبار أنها تم القبض وكذا، ولكن هناك خبايا، هناك أمور كثيرة. لا، هي مو بس الخبايا، إحنا نحتاج إلى شراكة مع الإعلام لكي نرفع وعي المواطن، نرفع وعي المقيم، لكي يصبح كل واحد على هذه الأرض الطيبة من الممارسين لمكافحة الاتجار بالأشخاص، يكون جندي في هذه العملية. ووسيلة تواصلنا مع المواطن والمقيم هي وسائل الإعلام، ولكن نحتاج علشان شراكتنا معكم تكون مكتملة يجب تعرفون ما نعرف. صح. فاللي قاعد يصير ان احنا مسوين برنامج متكامل تدريبي لكي نرفع من مو بس معرفتكم بالجريمة، ولكن كيف ممكن ان نوصل الى الناس. بالفعل. الجزء المهم في كل هذه البرامج هناك عامل مشترك واحد وهو العامل النفسي. فإحنا أصرينا أن يكون، لأن إحنا على فكرة مو هما ما يكتبون لنا البرامج، خبراء بحرينيين يشتركون مع خبراء أمميين في كتابة هذه البرامج كلها.
احنا عندنا لله الحمد على فكره خبراء معتمدين من الامم المتحده بحرينيين ويتم ارسالهم على نفقه الامم المتحده للتدريب. قمنا بالتدريب في 3 دول خليجيه وفي دولتين عربيتين وطلبونا لدوره مواد تدريبيه لمختلف الدول ومختلف المنظمات. اللي قاعد يصير الحين ان احنا نروح كممارسين يعني نروح لكي نطلعهم على التجربه البحرينيه. نعم. ولكن احنا بس ولكن هم اللي لدينا هم لدينا خبراء معتمدين من الامم المتحده في مكافحه جريمه الاتجار. الان الفكره ان احنا نريد أن نصل إلى نقطة الفهم. يعني ليش أنا قلت الجانب النفسي والجانب السيكولوجي يعني مهمة. إحنا قاعدين نتكلم عن سيكولوجية الضحية. اليوم أنت إذا بعطيك مثال عن كيفية وهذا اللي كنا نقوله في الفاصل يأتي إلى البحرين أو إلى أي بلد مستقبل الشخص الوافد ولديه إحساس أنه هو غريب. إحنا لما نسافر في غربتنا نحاذر نحس ان انا مالي ظهر انا مو في بلدي. صحيح. بالفعل فهو يحس بالاستضعاف من البدايه. صحيح. المتاجرين اول نقاط يحطونها في راسه ما حد بيساعدك مالك الا احنا ما حد بينصفك الدوله ترى مو سائله فيك على اساس انه لا يفكر اصلا في طلب المساعده. نعم. من يتم الاتجار بهم احيانا الاتجار هذا يتم لسنوات. لدينا قضايا بعضها الناس تم استعبادهم لسنين وليست شهر او شهرين. بالفعل. طيب لما نستخرج هذا الشخص وناخذه ويقعد معاه الضابط في وزاره الداخليه او النيابه العامه انت تريد ان تكسب ثقته. صحيح. لكي يساعدك في إرساء العدل. صحيح. إذا هو حاس بالخوف وكل اللي يقول لك ودني بلدي رجعني بس أنا ما أبي بأي طريقة. طيب أنت خسرت. هو صحيح أنت حررته ورجعته بلده بس أنت خسرت. ليش؟ لأن أنت عندك مجرم طليق. صحيح. ما قدرت يستمر يمكن يعيد. صحيح. طيب هناك جانب آخر وهذا مثبت في أدبيات الأمم المتحدة أن في نسبة لا يستهان بها ليست يعني كبيرة جدا بس يمكن ملاحظتها من ضحايا الاتجار يتحولون إلى متاجرين. من ضحايا إلى تجار. من ضحايا إلى تجار في هذا المجال. ليش؟ لأنه هو يصل إلى مرحلة أن هذا هو الطريق هذه هي الطريقة الوحيدة اللي ممكن أن يأخذ حقه فيها أو تكسب أو أن هذه خلاص إنك يعني عرف الطريق. عرف الطريق. عرف الطريق. فاحنا بعد كجزء من يعني احنا ما نقوم بها لان 99% من ضحايا الاتجار يطلبون العوده الى بلدهم ولكن احنا نبلغ بلدهم ترى جايكم ضحيه ترى هاي الشخص تم هذه قضيته هذه وضعه نتعاون مع منظمات الامم المتحده في هذا المجال يتم استقباله يتم اخذه الى دور تاهيل نفسي. نعم يعني تحتوونه. نحتوي بعض الأحيان المنظمات الإجرامية اللي تاجر بهم لو رجع إلى بلده وهو متعاون معانا بيستهدفونه. بالفعل. فإحنا كجزء من تطمينهم أنت لما ترجع بتبتدي حياة جديدة بيساعدونك بلدك بتساعدك الأمم المتحدة إحنا عندنا صندوق دعم الضحايا بيساعدك. لابد من كسب الضحية وفهم سيكولوجيتها علشان نقدر نستفيد منها في إجراءاتنا القانونية. صحيح. صحيح. وإذا كسبناها في جانب آخر بنعرف منها كيف تم استضعافها لكي نذهب فيما بعد إلى هذا المجتمع ونحاول أن نقضي على أساليب الاستضعاف لكي لا يتم استدراج ضحايا آخرين جداً. في هذا المجال. نعم يعني الموضوع معقد يعني جدا جدا يعني فعلا وفي أركان كثيرة قاعدين يعني تروحون فيها أبو عبد الله عشان فعلا تحدون بس بل إحنا بنطمن الناس اللي قاعدين يشوفونا إحنا الأعداد تبشر بخير هي في تنازل أيضا في قصدي في يعني هي قاعدة ما قاعدة ما فيها تصاعد في ثبات في الأرقام أيضا الشعب البحريني شعب واعي. احنا اليوم قاعد نتكلم عن ان هناك في جرائم في الاتجار بالبشر هاي ما يعني ان هي معممه وموجوده عندنا على السطح في مملكتنا الغاليه. هو الله يسلمك يعني ما في بلد في العالم ما فيها اتجار بالبشر. للاسف الاستغلال هذه وارد.
البحرين لو حبيتوا تعرفون انه يعني من ابريل احنا الاحصائيات التقرير الامريكي من ابريل لابريل مو من يناير لديسمبر من يناير من ابريل لابريل البحرين 11 قضيه لا ما نتكلم ما قاعدين نتكلم عن ارقام كبيره فيها 39 ضحيه الموضوع كارقام يعني حتى احنا في السنوات السابقه كان اعلى من هذا بس احنا في موضوع مكافحة التجار مثل مكافحة المخدرات صحيح. إذا ما مسكت مخدرات اعلم أن في لقوا طريقة جديدة يعني نفس الشيء الموضوع عندنا أنك ما تمسك قضايا التجار معناها أن في طرق جديدة للتجار لأن إذا أنت تقول عندنا في البحرين بناء على حجمنا يعني 11 قضية في السنة ما نعتبرها شيء كبير وفعلا هي ليست بشيء كبير لكن الحكومة البريطانية تقدر أن لديها 13,000 ضحية التجار للحين ما عرفوا عنهم لم تتوصل إليهم السلطات إليهم إلى الآن وهذه رقم تعلنه الدولة لأنك لما تعلم مثل هذا أنت قاعد تحفز الجمهور أنه يفتح عينه أنت قاعد تحذر أنت تكون موظفينك رجال أمنك كذا على يقظة لهذا الموضوع فإحنا يجب أن لا نستكين كلامك دكتورة 100% صح هي ليست منتشرة في البحرين ولكن هي ليست منتشرة بسبب الجهود نعم أكيد بسبب الوعي أكيد وأكيد إحنا عندنا بعد أبو عبد الله واحد ضحية يساوي عندنا كثير وإحنا ما نرضى بالضبط كمملكة بحرين إنه يكون حتى عندنا ضحية واحدة 100% وأكيد ما يصير يمر هذا الوقت إحنا ما نتكلم عن دور مملكة البحرين في ظل الجائحة وشلون احتوت العمالة الوافدة في هذه الجائحة يعني إحنا لو جينا معاك وعشان أنا أستذكر ندري البحرين قامت بخطوات كبيرة ويعني مختلفة في التعامل مع العمالة الوافدة منذ تفشي جائحة كورونا وشفناها أن فعلا قدمت العديد من الأمور منها أطلاق فترة سماح لتصحيح الأوضاع وأيضا إسقاط غرامة مخالفة الإقامة إلى جانب تعزيز وعي هذه الفئة بآليات وطرق الوقاية من فيروس كورونا وأيضا وفرت لهم الرعاية الصحية المناسبة لجميع العمالة دون أي استثناء ومو بس كذي هي عشان كذي استحقت إشادة عالمية ودولية بهذه الجهود يعني أنا اليوم أبو عبد الله كنت مرة عند الهيئة ويمكم أرض المعارض يعني والله أبو تركي شفت أنا كنت أسمع أن جهود البحرين وما تفرق وما تميز باصات يسوون فحص باصات ينزلون منها عمالة وافدة يسوون فحص يعني قعدت أنا حسيت بالفخر قلت والله العظيم أنه يعني شهد ديرة يعني اللي إحنا عايشين فيها ما حرمت واحد من الفحص ما قالت له تعال ادفع مع أنه ترى مو غلط إحنا شفنا دول قالت حق سواء مواطنين أو حتى العمالة الوافدة اللي عندها ادفع عشان تسوي فحصك لا هذه إحنا نبي نتطمن عليك تعال سوي الفحص عندنا مجانا ونحفظ لك كل حقوقك يعني بس تعال إحنا نروح لك إحنا نروح لمحلك بالفعل يعني لو تك هذه شلون يفيد الملف الحقوقي شلون يفيدكم انتوا في هذه الملفات وهذه الإشادات الدولية ايش تعني لكم والله دكتورة اذا تسمحين لي اشاركك في قصة شخصية يعني انا الاصغر لعيال ما زال يدرس في الخارج يعني كان في بريطانيا و اتصل وقال انا فيني سخونة وفي وسط الكورونا يعني نعم مسخن وبلاعيمي وكذا كذا أنا طيب اتصل عندك شنو الإجراء عندهم هما 111 إحنا عندنا 444 هما 111 اتصل فيهم خذوا منك كل الأمور هذه عرفوا عمره عرفوا كذا قالوا لا أنت صغير وكذا وحتى لو في كورونا مو مشكلة اقفل على عبرك كلمنا عقب أسبوعين كان معانا معالي السفير في بريطانيا وقال لنا قصص كثيرة يخلينا كل يوم نزيد فخر ونعتز بهالديرة اللي قاعدة تحتوينا فعلا وقاعدة تقدم لنا كل شيء أنا أقول لك يعني إحنا كنا تمينا 3 أسابيع على أعصابنا لين صار بخير يعني أنا حركت ناس أعرفهم ساكنين في مدن أخرى علشان يروحون يودون لبنادول الحمد لله على سلامتك الله يسلم لا الحمد لله رجع البحرين أكو زين أمورك طيبة بس أنا أقول لك الفرق اللي عندنا يعني تأكيدا على كلامك دكتورة هي الأساس إيش في بداية الأزمة قبل لا يكون عندنا أصلاً 10 حالات في البحرين التوقع اللي كان إنه كيف بنتعاطى مع العامل الوافد وكيف بنتعاطى مع العامل الوافد الخائف
يعني أنت قاعدة تقولين للشخص إذا حسيت بأعراض، إذا صار عندك نوع من أنواع الحرارة، الكحل، ضيق التنفس كذا، تعالوا بلغ. طيب إذا كان هذا العامل مخالف أو هذا العامل تم الاستغناء عن خدماته بتخوف أو من التبليغ، هاي بخاف أنه يرحل. نعم. إذا خاف أنه يرحل ما بيبلغ. بالفعل. إذا ما بلغ نشر المرض. نعم. طيب وهني تأتي الإشكالية. يجب أن في البحرين في نهاية مارس أطلقت فترة تصحيح أوضاع. ماذا تعني يفهمونها العمالة الوافدة؟ فترة تصحيح الأوضاع يعني إذا أنت مخالف لا تخاف. صحيح. طيب. فهذه كان الهدف منها قبل تصحيح الأوضاع التطمين، ترى إحنا ما قاعدين نتخذ إجراء على المخالف لأننا في فترة تصحيح أوضاع. معناها أنك إذا مرضت روح ولا تخاف. طبعاً إحنا لما ابتدوا يروحون وشافوا العلاج وشافوا العناية وشافوا كذا تخابروا وخلاص انتشرت. بس أنت تبي في الأول هذه الأول واحد. أنا أكد عليك أنها متخابرة وفعلاً مطمئنين. إذا في فحص عشوائي في وحدات النقل المتنقلة، وحدات الفحص المتنقلة، حتى في المجمعات أيضاً يروحون تشوفهم أول ناس واقفين يبون يأخذون فحص. نعم. نعم. يعني فعلاً لأن كل حقوقهم مضمونة. نعم. كل حقوقهم هو جرب وعرف أنه بغض النظر أنت جنسيتك شنو، وضعك القانوني شنو، وظيفتك شنو، ما حد راح يأخذ معك إجراء. صحيح. يعني أنا دكتورة أنت سبقتي، أنت قلتي وايد الأشياء اللي إحنا سويناها فما في داعي أكرر، ولكن أنا أقول لك إحنا نتكلم اليوم عن على سبيل المثال وزارة الداخلية. أنا فخور جداً بالدور اللي قامت وزارة الداخلية. ليش؟ لأن وزارة الداخلية كانت توفر لهم سكن. وزارة الداخلية توفر لهم وجبات. صحيح. أن تطلع وزارة الداخلية وتأخذ دور، أنا تعرف ليش أحبها هذه الحركة. في المستقبل سيذكرون أن الشخص اللي لابس رجل أمن لابس زي الأمن. نعم. هذه يا لو قدم له أكل. صحيح. يا لو وفر له. في المستقبل علاقة الوافد برجل الأمن ستكون قوية. علاقة قوية فيها ثقة. نعم. هذه بعد في الاتجار وغير الاتجار بتكون حميمية أكثر. أنا يعني سعيد جدا بالاستماع إلى مثل هذه الجهود الكبيرة لهيئة تنظيم سوق العمل، يعني جوانب كثيرة يمكن ما تم تسليط الضوء عليها. يمكن الوقت خذنا معك أستاذة سامة والكلام معك شيق وجميل، لكن كلمة لو طلبتها منك بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالبشر. الاتجار بالبشر هو استغلال حالة ضعف. انسى أي شيء ثاني. أقول للمواطن البحريني إذا شفت شخص يستغل حالة ضعف شخص آخر فهذه قد يكون فيها شبهة التجار. دورك الأول أنك تحاول أن ترفع من الاستضعاف هذا. زين؟ أنت ممكن تبلغ وفي خطوط ساخنة وزارة الداخلية طبعاً عندنا إدارة كاملة مختصة بهذا المجال، ولكن ارفع الاستضعاف، شيل الشخص المستغل من الوضع اللي يستغل منه ولو بكلمة ولو بدعم. ترى الاتجار جريمة ممكن تحصل أمامنا وما نحس بها. صحيح. والاتجار هو مرحلة متقدمة من استغلال بسيط قد الواحد يراه جدا بسيط، جدا بسيط، ما يعطي اهتمام. صحيح. ما يعطي كذا. صحيح. فإحنا لله الحمد مثل ما قلنا دكتورة إحنا مو متفشية فينا هذه الجريمة، وهذه شيء يعني مو مستغرب من شعب البحرين، عاداتنا، ولكن تقاليد. للمحافظة على اللي إحنا عليه يجب أن إحنا كلنا ننظر، لا ندخل في التفصيل في تفصيل التعريف القانوني، هو استغلال لحالة ضعف. وهذا واضح ويوصل للجميع هذا المفهوم البسيط جدا. بالضبط. الله يسلمك. يعني جهود كبيرة وواضحة على هذا المستوى وعلى غيرها من هذه المستويات. كل الشكر لك السيد أسامة بن عبد الله العبسي الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل، رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الإتجار بالأشخاص. شكرا جزيلا على تواجدك معنا. يعطيك العافية. الشرف لي. الله يسلمك. متواصلين معكم بالتأكيد مشاهدينا، خلكم معنا ولكن بعد هذا الفاصل. قصة انتشار كورونا وشلون نقدر نسيطر عليه. باختصر لكم الإجابة في كلمات. المجتمع أربع فئات A و B و C و D. A هم أول حاملي العدوى، عملية البحث عنهم سهلة وذات جدوى، أغلبهم تماثل للشفاء. لكن A مع C أصدقاء أو بينهم قرابة
أو يمكن زملاء العدوى لهم تنتقل، بس ممكن نستغل معرفة إيه فيهم ونوصل لهم ويتم عزلهم وملاحظتهم. لكن إيه قبل لا يلقى سي تصادف مع بي، وهو شخص ما يعرفه لقاه في مكان عام وما في أي شيء هام يجمعهم. وهني تصير صعوبة الوصول لهذه الفئة، لأن ما حد يعرفهم ولا هم يدرون أصلاً عن إصابتهم. أما دي فهو شخص في البيت قاعد، ما له شغل في أحد وعن الكل متباعد، لكن يوم قرر يطلع تحول وما قدر مثل أول يرجع، لأن في طلعته التقى بالصدفة مع شخص غريب ما يعرفه هو بي، فصادته العدوى وتحول من دي إلى بي آخر. وهني ما نقدر نكتشف بي إلا من خلال البقاء في البيت والتباعد الاجتماعي، وبتبدأ تطلع على بي أعراض العدوى، وبهذه الطريقة بنقدر نوصل حق بي ونعزلهم ونعالجهم ونقلل من نسبة العدوى في المجتمع. وأكيد نسبة تسجيل حالات جديدة راح تقل إذا كل فرد التزم بالإجراءات الصحية والتعليمات الوقائية اللي حددتها الجهات المختصة، بالإضافة إلى تحميل تطبيق مجتمع واعي اللي يسهل من طريقة تتبع المخالطين ومعرفتهم علشان يتم القضاء بإذن الله على فيروس كورونا. التزامك يصنع الفارق. حياكم الله من جديد. وبمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالأشخاص 2020، أقامت وزارة الداخلية ملتقى افتراضي وبمشاركة نخبة من كبار المسؤولين بالوزارات والجهات المعنية. نعم سعادة اللواء عبد الله الزايد نائب رئيس الأمن العام في كلمته الافتتاحية نقل للمشاركين تحيات معالي وزير الداخلية وتطلعات الصادقة لنجاح أعمال أو لإنجاح أعمال الملتقى اللي جسد رغبة البحرين الصادقة في مواصلة مكافحتها هذه الجريمة وتحقيق العدالة الجنائية. بالفعل يعني فعاليات الملتقى أوضحت أن البحرين بلد الإنسانية، واللي أنجزته في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص ما كان بيتحقق لولا جهود الوطنية المخلصة اللي تستمد عزيمتها من فكر وطني مستنير ومشروع إصلاحي رائد تحت راية حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى الله يحفظه ويرعاه. اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالأشخاص يشكل فرصة مناسبة لتؤكد المملكة البحرين خلالها دعمها والتزامها الدائم بالخطط العالمية لمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص ووفق آليات الأمم المتحدة الداعية إلى تنسيق الجهود المبذولة بين الدول والجهات الدولية. مشاهدينا خلنا نتابع معاكم التقرير التالي اللي يستعرض جانب من الملتقى الافتراضي وراجعين معاكم. مع الأسرة الدولية باليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالأشخاص الذي يصادف 30 يوليو من كل عام، ويأتي الاحتفال في كل عام بمثابة إعلان عالمي بضرورة زيادة الوعي بحالات الاتجار بالأشخاص والتوعية بمعاناة ضحاياها وتعزيز حقوقهم وحمايتها، نظرا لأن هذه الجريمة تعد انتهاكا صارخا لحقوق الإنسان، كما أنها جريمة تمس الآلاف من الضحايا عالمياً من الرجال والنساء والأطفال ممن يقعون فريسة في أيدي المتاجرين سواء في بلدانهم وخارجها. وكل بلد في هذا العالم
يتأثر من ظاهرة التجارة بالأشخاص، سواء كان ذلك البلد هو المنشأ أو نقطة العبور أو المقصد للضحايا. ويأتي احتفال مملكة البحرين هذا العام مكملاً لسلسلة النجاحات التي حققتها للعام الثالث على التوالي، ولله الحمد، حيث حققت المملكة إنجازاً حضارياً رفيع المستوى بالحفاظ على موقعها ضمن الفئة الأولى بتقرير وزارة الخارجية الأمريكية المعني بتصنيف الدول في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص، وهو أعلى تصنيف دولي سنوي في هذا المجال الإنساني، مواصلة انفرادها بهذه المرتبة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وذلك بفضل البنية الأمنية والقانونية والمؤسسية الراسخة وحرصها على تطبيق وإنفاذ القانون لحماية الضحية ومعاقبة الجاني. كما أشاد التقرير أيضا بالجهود الحثيثة لمملكة البحرين الجادة والمستدامة في تعزيز بيئة العمل وتوفيرها الظروف المناسبة لمساعدة الضحايا في الوصول والحصول على العدالة، إلى جانب توسعها في ملاحقة وإدانة المتورطين في هذه الجرائم، علاوة على حرصها الدائم على التطوير والارتقاء بالإجراءات والبرامج المطبقة. لقد عملت مملكة البحرين خلال السنوات الماضية بجد واجتهاد على تطوير أنظمتها وبرامجها، مما أسهم في ارتقائها من الفئة الثانية تحت المراقبة في العام 2014 إلى الفئة الثانية في الفترة من 2015 وحتى 2017. حياكم الله مشاهدينا الكرام. جميع الإجراءات المتبعة لإصلاح أوضاع صناديق التقاعد في مملكة البحرين هي إجراءات منطقية وموضوعية وتستند إلى آراء خبراء ومختصين في هذا المجال. جميع هذه الإجراءات يا فواز تهدف أيضا للحفاظ على مكتسبات الوطن أو المواطن وحقوقه الاجتماعية والاقتصادية واستحقاقاته التقاعدية. إحنا عندما نأتي لنتخذ قرارات لتعديل المسارات يجب أن نكون موضوعيين،
ويجب أن نستند إلى رأي الخبراء في هذا المجال. فلما يأتي الخبير الاكتواري ويحذر من أن هذه الصناديق تتعرض إلى الاستنزاف وبالتالي قد تتوقف عن الوفاء بالتزاماتها، فيجب أن نحترم هذا الرأي ويجب أن نأخذ به حتى لا تحل الكارثة، وبدل أن نقبل بالقليل بالتضحية بالقليل نضحي بكل شيء. أنا في رأيي إن اليوم، وأنا أراهن على المواطن ووفاء لبلده ووفاء إلى قيادته، ولذلك أنا أعتقد لما تصل له الحقائق كما يجب أن تصل سيقف فعلا يعني إلى صف هذا المرسوب وإلى صف إنقاذ هذه الصناديق من الكارثة التي قد تتعرض لها لا سمح الله إذا لم نقم فعلا بالإصلاحات العاجلة المطلوبة. ليس هناك تأثير على حق مكتسب، كل الحقوق ما زالت موجودة، بل هناك إصلاحات لاستدامة هذه الصناديق واستمراريتها. ها، والمفترض على الدولة أن تقوم بمراجعة هذا الأمر بشكل دوري، وليس كل مثلا 10 سنوات، لا بالعكس كل 3 سنوات 4 سنوات حسب ها يعني نسب التضخم الموجودة في الدولة، وتراجع أيضا الاشتراكات أيضا يجب أن تكون موازية مع ما سيحصل عليه المتقاعد بعد ذلك. ما يصير متقاعد يحصل على يدفع مبلغ صغير ومن ثم يحصل في نهاية الأمر على مبلغ كبير، لأن إحنا الحق إذا كان هو مستمر ومستمر الصناديق هي وظيفتها استمرار في دفع استحقاقات نقدية وليس وظيفتها إثراء الشخص المتقاعد. لذلك فكرة الضمان الاجتماعي الفعال هو الاستمرارية، هو مفتاح التنمية في عملية الاستمرارية ليؤثر على الحقوق، على الحق الاجتماعي والحق الاقتصادي إلى مدى طويل، وليس الفكرة منها أنه يحصل أشخاص ومن ثم تتوقف هذه الفكرة. وهذا أيضا يعني حتى التزامات مملكة البحرين، سواء التزامات تجاه شعبها بموجب الدستور، نص المادة 5 فقرة ج من الدستور تكفل الدولة الضمان الاجتماعي، يعني هي التي تقوم بعمله، فهي تضمن أن هي أن هذا الضمان الاجتماعي يكون مستمر وفي هناك تدفقات مالية للأشخاص المتقاعدين حتى تقيهم العجز والشيخوخة والبطالة وباقي الأمراض والفاقة. حتى الدستور عندنا يقول لك الجه ها والفاقة. مشاهدينا الكرام، من عادات أهل البحرين من قديم الزمان التواصل بمختلف أشكاله، حيث كانت المجالس هي بمثابة الملتقيات الأدبية والاجتماعية، وكانت تحتضن القضايا الأسرية أيضا تعمل على حلها داخل إطار هذا الحي أو غيره. بالفعل فواز، كانت وما زالت، وأيضا كانت هذه المجالس وما زالت تحتضن المناسبات الاجتماعية مثل حفلات الزواج وغيرها من المناسبات، وكانت تؤدي دور مهم في الحياة الاجتماعية ولها دور فاعل أيضا ومؤثر في مختلف مناحي الحياة. وبعد المجالس يا لولو ما غابت ولا انتهت مثل ما انتهت أمور كثيرة وتطورت بحكم التطور، لأن قيادتنا الله يحفظها اهتمت بالمجالس الأهلية ودعمتها ولا زالت بعد تدعمها، بل وأكثر أيضا من كذي تتشرف المجالس الأهلية بكل محافظات البحرين بتشريف القيادة لها في جميع المناسبات، وخاصة خلال شهر رمضان المبارك والأعياد وغيرها من المناسبات. واليوم وإحنا في ظل جائحة كورونا اضطرت هذه المجالس إلى أنها تطور من نفسها. شيء جميل صراحة، يعني نشوف أهل البحرين عندهم مبدأ التواصل مستمر حتى في ظل الظروف الجائحة، لكن بشكل متطور. وإذا بتسألني شلون يا فواز، أنا راح أجاوبك. المجالس تحولت إلى مجالس إلكترونية، والتواصل تحول إلى تواصل من تواصل فعلي إلى تواصل إلكتروني. ولا تقول لي شلون، يمكن في أحد ما يعرف، كل واحد يعود موبايله وحصر الكل يعرف. عشان نعرف أكثر، معانا في الاستديو اليوم
السيد أحمد جمعة الغريب رئيس حساب تواصل أهل البحرين. مساك الله بالخير طلعتك. مساك الله بالخير. الله يسلمك ويخليك. الصحة والعافية إن شاء الله. كل لك العام وأنت بخير بعد الأسبوعين مناسبة العيد والوقوف بعرفة بكرة إن شاء الله. الله يبارك فيكم، وأنا من هالمكان أشكركم جدا حقيقة لتواصلكم إن شاء الله معانا، على أساس أنها نوصل الفكرة وإن شاء الله توصل لكل أهل البحرين إن شاء الله. إن شاء الله. يعني شلون تحولتوا من ميالس عادية إلى ميالس إلكترونية؟ والله يعني يوت سبحان الله، يعني الجائحة الحين ما جعلت الناس مثل الأول، يعني إحنا حن نوصي لآباء مع أبنائهم أن يتواصلون إلكترونيا على التباعد. أنا يعني دي النقطة الأساسية اللي انطلقت فيها المجالس، مجالس التعزيات، مجالس الآن عندنا لقاءات مع الناس اللي خدمت البحرين، ويعني ناس معروفين بتواصلهم وفي أصحاب مجالس الآن انقطعوا عن جماعتهم، وهذه وأنا أعتبر أن ذي مثل واحد اللي قطعوا شريانه، لأن كل أسبوع يجهز مجلسه ويستقبل الناس متعود. فسوينا معاهم مجالس افتراضية أو إلكترونية، أي اللي شين يعني تستخدمين أي كلمة، ولكن التفاعل صار مع هذه كأفضل من يعني إن الواحد يطلع بسيارته ويروح المجلس. تقولين والله شلون؟ أنا أقول لك أول حاجة عدد اللي بيروحون بيدخلون وبيسلمون عليه وبيرحبون فيه وبيتكلمون عنه بطراء وكذا أكثر. صحيح. يعني يمكن يجي له في الليلة المجلس يعني يمكن يجون له 50-60 بالكثير 100. هذا المجلس الاعتيادي. المجلس الاعتيادي. نعم. بينما في المجلس الإلكتروني يوصلون إلى 500-600. شلون تصلفون مع بعض إذا 500؟ لا بس هو كل واحد يدخل. إيه. ويكتب اللي يبغي، هو عبارة مثل يعني جروب أو مجموعة في الواتساب. حلو. يدخل والناس بالفويس طبعا، شلونك، شخبارك يا فلان، شلون الجماعة كذا، ويقول عنه مثلا ما ننساك وإحنا كذا وذي، بالتالي صاحب المجلس يرد عليه، الكل اللي يسمعونه هني كانهم قاعدين في مجلس. ذي طبعا مجال بعد بسيط. الان احنا تعرفين هنا مثل ما ذكرتوا في البدايه احنا مجتمع متواصل، يعني ابن عن جد من قديم الزمن، هذه يعني في روح البحرينيين ككل. صحيح. بكل الفئات. انا اقول لك الان صارت الناس توفى، زين شلون الواحد بيؤدي الواجب وبيعظم الاجر وبيخفف من وطأة الحزن اللي على العائله، وبيعزز من الفرح إذا كان في مناسبة فرح. الله يبارك فيك. وهذه بس يعني التعزيات صارت الآن إلكترونية. صحيح. إحنا يعني هاي بفضل من الله سبحانه وتعالى أولا، والشعب البحرين اللي نقول هو اللي يبادر وهو اللي يجعل من هذه الشغلة ناجحة. صدق. فالآن لاحظنا أن التعزية الإلكترونية أنا توقعت يعني من البداية إن حتى بتخفف من الاجتماعات اللي بتصير في المستقبل. صحيح. الآن إحنا الواحد يدخل ويقدم تعزيته وتوثق على أنه هو وقدم تعزيته. صحيح. أما كان بفويس بصوت أو إنه بالكتابة. صح. لو أنا نايم يمكن تعرفين لما واحد يقعد في الصالة بيقعد 3 أيام تقريباً. نعم. يعني قاعد يعظمون للأجر لازم يستقبل لها. بينما بالتعزية الإلكترونية أنا قاعد ومرتاح أشرب شاي مثلاً، واحد دخل عظام الأجر رديت عليه بكلمتين طيبين، هذه جعلت الناس حتى يعني على طول تدخل. فأنا بعد من هذه المكان أقول إن التواصل الإلكتروني ذي جمع البحرين كله، لأن نلقى ناس من كرباباد يعظمون الأجر حق ناس في المحرق، ومن قلالي يعظمون حق ناس في الرفاع. هذه ما كان متيسر، هذه عوايدنا طال عمرك. إيه احنا اهل البحرين يعني متواصلين كل الفئات، ويعني لا تاخذوني اقول حتى ناس بعد اجانب ما شاء الله يدشون يدخلون، لانه يعرف يتكلم معاه يقول له
تقدر أنت تقول أي كلمتين هني بالضبط حق شخص عزيز عليه مثلاً وياه في الشغل بالفعل يعزز. أنت أخذتنا في الكلام الشيخ أحمد ودخلنا في موضوع جائحة كورونا وكلامك الجميل، ولكن أنا برجع شوي معك لفكرة تأسيس هذا الحساب. نعم. تأسست حساب تواصل وموجود عندكم على الإنستغرام وموجود عندكم في الواتساب وغيرها من مواقع التواصل، شلون بدأت هذه الفكرة؟ والله هي الأصل اللي الكلام الأول بدأت فيه. احنا مجتمع متواصل، يعني هذه ميزاتنا احنا اهل البحرين، ما في شك. واحد يشك في ان اهل البحرين يعني متواصلين ومتكاتفين. صحيح. فشفنا ان الان التقنيات الحديثه بعدت الناس الحقيقه. صحيح. فاحنا قلنا نستخدم نفس التقنيات اللي تبعد الناس نقرب فيها، نقرب فيها الناس. نحولها من سلبيه الى ايجابيه، وهاي بفضل من الله سبحانه وتعالى اولا واخيرا. وأنا أقول لك لأن البذرة موجودة، الأصل موجود إن إحنا شعب متواصل، فإذا أتيحت له الفرصة بالعكس لقينا الآن أنت تعرف إن عندنا زيارات حق المرضى ونزورهم ونعلن عنهم. هذا الجانب إحنا بنتطرق إلى هذا الجانب وهذه الفكرة اللي أنتوا بديتوا فيها. نعم. عند زيارة المرضى. نعم. يعني لو هذا الحساب بهالحجم وبهال يعني وبهذه الانتشارية اللي حققها في مملكة البحرين، هل أنت بروحك تدير هذا الحساب؟ هل عندك أشخاص معك؟ لا لازم معي أشخاص. أي نعم. ولكن يعني طبعاً أنا مشرف على ذي كل العملية لأن العملية دقيقة جداً. نعم. ما نقدر نحط خبر عن واحد مثلاً، مثال يعني واحد متوفي وهو متوفي مثلاً، أو أنه واحد مريض وهو عارف فيه. نعم. مسؤولية. نعم. فأنا أدير ذي الموضوع كله وأخذ أصانة في الخبر وكذا، ويعني بفضل من الله سبحانه وتعالى وفضل شهادات يعني الكثير من البحرينيين صارت عندنا مصداقية إنه ما يطلع الخبر من عندنا إلا بعد ما نتحقق منه كامل، نتحرى من صحة المعلومات. نعم. اللي موجودة عن طريق الجهات المعنية المختصة. أكيد. يعني هل هناك دعم لهذا الحساب أو بالأحرى هل هذا الحساب بحاجة إلى دعم؟ أكيد أكيد. الآن العملية ما يعني يمكن هنا في البداية مشينا العمل هذه وتحملنا كثير، ولكن هذه أنا نقول دائما مهما سوينا مهما فعلنا تبقى البحرين لها حق علينا. أكيد. إحنا ما سمون نقول بس البحرين لها، إحنا كمسلمين كذلك. وإخواننا كلهم اللي في الديرة هني، أنا والله الحقيقة هاي الكلمة دائما أكررها وأقولها، الكل يستاهل إن نقدم له ونخدمه من عيننا، وهذه جزء بسيط من منة الله سبحانه وتعالى اللي أهاب لنا هذه. يعني حقيقة مو يعني نتفاخر إن إحنا نخدم الناس أو رياء أو غيره، لا أبدا. يعني فالفكريات يعني من ترى الآن الحين بتصير 10 سنوات تقريبا ما شاء الله على شهر 11 هذا الحساب، شهر 11 2010 إحنا بدينا في إرسال أول رسالة كانت حق واحد مريض مسافر ما شاء الله. فليحين أتذكرها الرسالة محفوظة وموجودة. الدعم اللي أنت تقوله يعني إحنا أكيد محتاجين حق دعم. الآن خلاص التواصل البحرين صارت مؤسسة يعني مثل ما نقول إحنا مؤسسة اجتماعية للأخبار ونقل الأخبار، وهذا أعتقد من يعني أنا حسب علمي واللي أشوفه في البحرين، يعني مع احترامنا حق الكل يعني يمكن واحد يهتم في الأخبار العالمية يهتم في الرياضة مثلاً، لكن الكل متفق على أن الأخبار الاجتماعية مهمة. أكيد. بلا شك. وإحنا مجتمع متراص يعني جداً مترابط ومترابط ونحب نعرف أخبار بعض ونأخذ ونشد من أزر بعض إذا احتاجنا حق بعض. أكيد. فأكيد هذا الحساب جداً مهم. الحمد لله. يعني إحنا لاحظنا أن أنت في الفترة الأخيرة اللي سبقت جائحة كورونا كنتوا تقومون بزيارات للمرضى وأيضا تصوير فيديوهات لهم ينقلون من خلالها تحياتهم للجميع، يعني ليه تكلمنا أكثر عن هذه الخدمة؟ والله هذه أنا يعني الحقيقة أنا وجدنا أن بعض خلى زياراتنا في المستشفى، أنا دائما أقولها أن يمكن كثير من الناس من أهلنا ودخلوا المستشفى وطلعوا وإحنا ما ندري ما حد در عنهم صدق ولا حد وقف معهم، والمريض مو محتاج يعني بس علاج. لا لا. يعني خلنا نكون واقعيين، ترى العلاج النفسي له دور كبير، لذلك الرسول صلى الله عليه وسلم وصر بزيارة المرضى. نعم. يعني ما هي الرسول صلى الله عليه وسلم وقال ذي الكلام كذا، ولكن لأجل أنه يعني يعرف أن العامل النفسي له دور. صحيح. لما يزورني
فواز أو يزورني فلان وكذا، وخاصة أنا وصيد ترى الناس اللي لهم شهرة واللي لهم مكانة زوروا المعرضة ترى والله تصدقون عليهم وأنتوا تحصون أجر كبير دعوة المريض. فحتى الآن وإحنا بعد في هاي الجائحة بعد كذلك نسوي بعد تواصل أو لقاءات بسيطة يعني، ونسجل مثل ما تقولين صوت موزع يعني. تستخدمون تقنية الفيديو في هذا المجال والتسجيل الصوتي أيضا يعني. جميل، أبداعكم واضح إنه ما له حدود. الله يزيك. شنو ممكن تضيفونه حق يعني هذه الخدمات أو مجمل الخدمات اللي تقدمونها؟ بكرة بعد بكرة إن شاء الله بنضيف، لأن الآن كثير من الزواجات صارت خلال الفترة ذي. طبعا الناس لا درت عنها بالضبط، وبعدين الناس بعد ما حست بالفرحة ولا ذي، لذلك بنعمل نفس نقول المجموعات والجروبات اللي مثلا يعني واحد صار مناسبة سعيدة بعد بنخلي نفتح له المجال، نطرش الرابط والناس تجي تبارك حق ممتاز. مثلا ولدك الحين مثلا متزوج انت معاه، طبعا كل هي تليفون بالضبط، وصور صور بندخل الامور يعني لابد انها تكون امور فنيه، وهذه اللي احنا يعني التطور اللي بيه طبعا بصير نقله، لان هناك بيكون عندنا يعني نقول تطبيق ابلكيشن بيكون باسم تواصل اهل البحرين. التطبيق ذي اجتماعي بحت، بيكون بنخلي فيه كل الاشياء اللي تهم المجتمع البحريني. ممتاز. انا عندي نظره باذن الله تعالى ان كل بحريني بيحط هاي التطبيق فيه، مو كل بحريني، حتى اخواننا وربعنا واهلنا من السعوديه من الامارات بيقول لك انا بزور البحرين، ولا حتى اذا ما زرت البحرين بنزل هذا التطبيق عندي بشوف من تزوج من مرض، وبشارككم افراحهم وبشارك الاخوان في كل الجوانب. نعم هاي مهم جدا. يعني انا صراحه وايد سعيده وانا اسمع استاذ احمد قاعد يتكلم، حسسني ان احنا فعلا يعني شفت اول ما استوت فكره فيسبوك كانت حق طلبه في الجامعه حق عشان يتبادلون المعلومه، والحين احنا قاعد نتكلم عن تطبيق بحريني راح يخلينا كلنا مجتمع واحد موجودين في هذا التطبيق، واي مناسبه تصير في اي بيت بحريني الكل راح يعرفها. نعم. ان شاء الله يا رب. يعني فعلا جهود كبيره قاعدين تقومون فيها، واكيد ذا التطبيق بيكون مهم واكيد راح ياخذ صدى كبير. بالضبط بالضبط. يعني احيانا بعد انتم غطيتوا كل الجوانب شيخ احمد، هل في افكار جديده بعد ممكن نطبقها غير هذا التطبيق؟ انتم ما شاء الله عليك انا من خلال معرفتي فيك عندك دائما افكار ومتحفز دائما للجديد. احنا يعني بذي التطبيق لانه بيكون في مجالات اكثر، عرف انت عندنا مجالس اللي ذكرتيه في البدايه طبعا احنا ما نغطيها، طبعا مناشط كثيره تخص المجتمع، يعني دوره في مثلا نقول دورات تدريبيه دورات تدريبيه مثل ما تقول، او انه مثلا اي مناحي اجتماعيه راح تسلطون عليها لازم نغطي عليها ان شاء الله بدون التدخل في اي امور اخرى ما تخص طبعا الخدمه. احنا محددين طبعا الطريق اللي ماشيين فيه اجتماعي بحت، لا يتعلق بسياسة ولا يتعلق بأموال ولا يتعلق بأي حاجة. نعم. فقط مركزين همنا على أخبار المجتمع اللي موجود. جميل جدا. يعني صراحة قاعد تجمعون المجتمع البحريني كله من خلال الجهود اللي قاعدين تقومون فيها، جزاكم الله خير. يعني لو أعطيك الفرصة حق كلمة أخيرة توجهها لمجتمع البحرين. احنا الان يعني الحمد لله فضل من الله سبحانه وتعالى وانا جايكم، الان وصل طبعا متابعينا في الانستغرام 41,000 متابع حقيقي، يعني طبعا انا ما نشتري اسماء ولا ذي على اساس ان الواحد يعرف. انتم ما عندكم اهداف يعني تجاريه ابدا؟ نعم الحمد لله اهدافكم نبيله. وفي الواتساب طبعا تعرف المسج اللي ارسله يعني 10,200 مسج طارشه في الرساله الواحده، فعدد الرسائل اللي نطرشها يوميا بمعدل 3 رسائل، يعني 30,000 واكثر. اي تقريبا هاي يوميا، فانت تعدها على الشهر وتعدها على عاد واجمع واقسم على هذه. اي نعم هذه بس الواتساب، ولكن الانستغرام الان موجود. واحنا انا من هذه المكان يعني ادعو نبي الحقيقه يعني نحتاج يعني حق دعم اكيد يعني لأن الواحد ما يقدر يحقق حلم أصلاً، يعني كل البحرينيين إن شاء الله هم يحلمون بهذه التواصل وهي جزء من دعمهم. يا
هو يعني أنا أشكر هني من هالمكان يعني كل من وقف معانا يعني وعلى رأسهم يعني جلالة الملك ورئيس الوزراء كذلك وولي عهد الأمين، هذه كل القيادة الحمد لله فضل من الله، ما نقول واقفة بس معانا، هي واقفة مع الكل. صحيح. ولكن احنا كذلك لا ننسى أن نشكرهم على يعني إتاحت كل الفرص والإمكانيات اللي نقدر نستغلها ونكون شعب واعي وشعب إن شاء الله. هذه عاداتنا دائما، ثقافة الشكر موجودة، نشكر على كل ما هو موجود ونطلب المزيد إن شاء الله لخدمة البحرين وأهل البحرين. الشيخ أحمد كل الشكر والتقدير لك، الله يجزيكم على وجودك معنا، مشكورين جدا وأشكركم من كل قلب. يعني جهود اجتماعية نبيلة وعادات تتوارثها الأجيال في مملكة الحب والخير مملكة البحرين، احنا شاكرين هذه الجهود الجميلة سواء موقع تواصل أو غيرها من المواقع، ونأكد دعمنا لمثل هذه الأفكار اللي تعزز من مبدأ التواصل الاجتماعي. فاصل مشاهدي الكرام، وبالتأكيد متواصلين معكم في برنامج مجتمع واعي. أكبر مشكلة في كورونا إنك ممكن تكون مصاب وإنت ما تدري، أقصد إنك تعيش يومك طبيعي ما تحس بأي أعراض، بس في الواقع تنقل العدوى إلى شخصين أو ثلاثة، وهالشخصين ينقلون العدوى لشخصين أو ثلاثة، وبهالطريقة ينتشر الفيروس وتصعب السيطرة عليه. لكن لو قعدنا في البيت وطبقنا التباعد الاجتماعي، يعني مثلا لو هالشخص ما زار صديقة، لو هالشخص اشتغل من البيت، لو هالشخص ما راح السوق، لو هالشخص ما راح جمعة الأهل، لو كلهم التزموا بالتعليمات، راح يقل عدد المصابين من 406 إلى 15 مصاب فقط، ويمكن أقل. بالتالي راح يقل الضغط على الكادر الطبي وتتحسن جودة الخدمات الصحية. هذا الحد الفاصل بين الانحسار والانتشار، والفرق هو أنت. من إيجابيات تحدي فيروس كورونا أن أظهر مقدرة البحرين بكل قطاعاتها ومؤسساتها على إدارة هذا التحدي بكل ذكاء وحرفية عالية، وشفنا مبادرات كثيرة من مختلف قطاعات الدولة والقطاع الخاص للتكيف مع هذا المستجد وتقديم الخدمات بطرق وأساليب مختلفة، وشفنا إيش كثر صار الاعتماد على المعاملات الإلكترونية وبشكل كبير. يا فوز، أكيد يا لولا، تطورات وايد صارت وخصوصا في قطاع التعليم، ولما بنتكلم عن التعليم كون العنصر الأساسي والقطاع الحيوي المهم واللي فيه مستقبل شبابنا وعيالنا ومستقبل البحرين في المرتبة الأولى، مع التحدي أثبت قدرته على إيجاد طرق جديدة لاستمرار التعليم للطلبة، وشفنا شلون يعني تفنن المدرسين والمدرسات في إيصال المعلومات بطرق جميلة وكلها عن طريق الأونلاين. بالفعل يعني ما في شك أبداً على هالمبدأ، وشفنا بعد أيضاً فريق الإعداد عشان يثبت لنا هذا الكلام اللي قلناه، ومن منطلق حرصه على إيصال رسالة التعليم والثقافة عبر كل المنصات المتاحة، تواصل مع أحد المدرسين الأستاذ إبراهيم البردولي، معلم في وزارة التربية والتعليم، وقدم لنا هذا التقرير، خلنا نتابعه معكم. مساكم الله بالخير. أصبح اليوم مهم جداً إحنا كتربويين نحدد شنو المهارات المطلوبة للمتعلم عشان يكون فرد قادر على التعامل مع متطلبات المراحل المستقبلية، وعلى هذا الأساس تم الاستناد على مهارات القرن 21 اللي تمكن الفرد من المهارات الأكاديمية والحياتية الدعمة وتخليه قادر على التأقلم والمنافسة ومواجهة التحديات. ومن ضمن هذه المهارات مهارة تنمية المواطنة المحلية والعالمية، واللي تتمثل في توجيه معارف الطلبة وسلوكهم وقيمهم بالمسؤولية بما يعزز التقارب الفكري بين مكونات المجتمع المختلفة ويرفع من وعيهم بالتحديات العالمية ويزيد من إسهاماتهم في بناء وتطوير وطنهم بشكل أساسي وتأصيل ممارسات الاستدامة البيئية والعدالة الاجتماعية وتخليهم مساهمين في تكوين توجهات إيجابية في مواجهة المشكلات العالمية. فالمواطنة العالمية تتمثل بمشاركة الفرد في القضايا العالمية وإبداء الرأي والحلول، لأن الفرد هو جزء من هذا الكون والعالم،
لكن اليوم خلونا نركز على المواطنة المحلية بشكل أكبر. المواطنة كلمة كبيرة وهي إحساس وشعور قبل لا تكون مادة ندرسها في مدارسنا. المواطنة هي تعايش وانتماء، هي حب وإخلاص لعملك ولديرتك اللي عطتك وما زالت تعطيك. اليوم وفي هالفترة بالتحديد نحتاج بالفعل أن ننمي روح المواطنة المحلية بالتزامنا بالتدابير الوقائية وبالمسؤولية والوعي المجتمعي اللي هو جزء من المواطنة الصالحة، ونأخذ بكل إجراءات السلامة عشان نعدي هذه الأزمة المتمثلة بفيروس كورونا الكوفيد 19. وتتمثل صور المواطنة المحلية في زمن الكورونا بمظاهر كثيرة، وأهمها جلوسك اليوم بالبيت وعدم خروجك إلا للضرورة. هذه مثال للمواطنة. اتباعك للإرشادات والتعليمات الصحية هو تطبيق للمواطنة. امتثالك لأوامر الجهات المعنية في البلد هو أيضا جزء من المواطنة. ولا ننسى أخواننا اللي واقفين ويشتغلون في الصفوف الأمامية واللي ضحوا بأنفسهم ووقتهم وجهدهم في خدمة الديرة، هم خير مثال وتجسيد عظيم للمواطنة. صور المواطنة كثيرة وكثيرة، ولو بذكرها ما راح أنتهي. البحرين تستاهل أكثر وأكثر. خلونا بالفعل اليوم نثبت للعالم بأن عيال البحرين وقفوا وقفة مشرفة بوعيهم وعملهم وتكاتفهم عشان يقضون على هذا الفيروس. ولا ننسى أن اللي جمعهم على هذا المبدأ هو شيء واحد، هو روح المواطنة وحب البحرين. الله يحفظ لنا البحرين قيادة وشعبا من كل مكروه وسوء، ويرفع عنا هذا الوباء إن شاء الله في القريب العاجل. مشاهدينا الكرام، أثبت أبناء البحرين منذ الإعلان عن أول إصابة بفيروس كورونا التزامها التام وتقيدها بكافة الإجراءات والتدابير الوقائية، إيماناً منه بدور المكمل والرافد للجهود الوطنية المخلصة في مواجهة الفيروس وتداعياته. بالفعل لولو، يعني الجهود المتواصلة على مدار الساعة من قبل كوادرنا الوطنية لابد أن نكافئها. ونشون نكافئها؟ نكافئها بالتزامنا التام، خصوصاً خلال الأيام الجاية بعدم التجمع، ونتخلى عن الكثير من عاداتنا وتقاليدنا اللي تعودنا عليها في الأعياد. وما أعتقد بأن أي شخص يرضى بأن الزيارة اللي تكون لأجل التهنئة وما تأخذ دقائق تكون سبب بالتالي في زيادة الضغط على كوادرنا في الصفوف الأمامية، وزيادة أيضا في عدد الإصابات، وقد تكون سبب لا قدر الله في وفاة شخص. صدقت يا فواز، يعني ونتذكر دائما أن التزامنا هو حماية لأنفسنا وحق أهلنا وحق مجتمعنا، وهو سبيلنا لتجاوز هذه الجائحة بإذن الله. وصلنا معاكم مشاهدينا الكرام لنهاية حلقتنا لهذا اليوم، وتجدد فيكم اللقاء بكرة مع الزملاء بسام ورقية، وفي أمان الله. في أمان الله وحفظه، مع السلامة.